توفي اليوم السبت 28 مارس 2020 منذ قليل اللواء محسن عشماوي زوج الفنانة الكبيرة أمال رمزي عن عمر ناهز 69 سنة، وذلك بمستشفى العسكري بكوبري القبة. وفي تصريحات صحفية قالت الفنانة أمال رمزي: نظرا لظروف البلاد الحالية تقرر إلغاء مراسم العزاء بناء على قرار مجلس الوزراء ونظرا لإجراءات الحماية من فيروس كورونا. اللواء محسن محمد العشماوي خريج دفعة 57 حربية من أبطال السرية الأولى الكتيبة 73 صاقة، أول كتيبة قاتلت في ثغرة الدفرسوار، وهو الزوج الثاني للفنانة أمال رمزي. طبعا دي أمال رمزي فنانة قديرة وشهيرة، ربنا يعزيها ويصبرها، وهنشوف معلومات أعتقد أول مرة تعرفوها عنها دلوقتي. ولدت أمال واسمها الحقيقي كمالات عباس نسيم في الإسكندرية يوم 6 يونيو عام 1939، وهي حاصلة على دبلوم تجارة يعني حوالي 80 سنة حاليا. حين كانت طفلة صغيرة دأبت على تقليد مدرس اللغة العربية بطريقة كوميدية أمام زملائها في المدرسة، وكانت حينها مفتونة بنجمات السينما المصرية فاتن حمامة وسعاد حسني وغيرهن، وكان حلمها الأكبر اقتحام مجال التمثيل حينما تكبر، ولم تكن تعلم أن عزومة سمك في منزلها ستفتح لها أبواب المجد والشهرة. إنها الفنانة القديرة أمال رمزي التي فتحت في حوارها معنا خزانة أسرارها. في البداية، هل الشغف بالتمثيل كان سببا في هروبك من المدرسة؟ فأجابت: عشقت السينما منذ أن كنت تلميذة بالمدرسة الإعدادية في الإسكندرية، وكنت بارعة في تقليد فاتن حمامة وماجدة، كما كنت أقلد مدرس اللغة العربية بطريقة كوميدية، ومن هنا لقبت بالمشخصاتية. وفي الحقيقة لم تكن الدراسة محط اهتمامي الأول، حيث كنت أهرب من الحصص الدراسية للذهاب للسينما ومشاهدة كل الأفلام الجديدة، ولذلك حصلت على مجموع صغير في الإعدادية لم يمكنني من الالتحاق بالثانوية العامة، والتحقت بالمدرسة الفنية التجارية. وهل لعبت الصدفة دورا في دخولك عالم التمثيل؟ ذهبت للعمل في الإذاعة وأنا في الصف الثاني الإعدادي، لكنهم رفضوا بسبب صغر سني آنذاك وعدم حصولي على شهادة تعليمية. وأتذكر إلحاحي على والدتي لتمكنني من السفر للقاهرة باعتبارها مركز الإشعاع الفني، ولكنها كانت ترفض وبشدة رحيلي بمفردي، وظل حلم التمثيل يراودني حتى جاءت الفرصة عندما لبى المنتج كمال صلاح الدين دعوة عائلتي على عزومة سمك في منزلنا بالإسكندرية. حينها أخبرنا أنه أنشأ شركة إنتاج وفيلمه الأول لماذا أعيش بطولة شكري سرحان وسعاد حسني وزوزو نبيل وإخراج إبراهيم عمارة. وقتها طرحت والدتي سؤالا فضوليا عليه: السينما دي بتكسب؟ فأجابها: طبعا ده فن راقي. وهنا كأن ماما ما صدقت وقالت له: طب شوف للمجنونة دي مشهد في فيلم. وبالفعل اشتركت معه في فيلم يوم الحساب. ومن الذي تبنى موهبتك؟ أدين بالفضل للفنان الراحل محمد عوض وأمين الهنيدي، فبعدما تعرفت عليهما في فيلم جدعان حارتنا وجدتهما يحتضنان موهبتي وقدم لي دعما هائلا. أنا دي الفنانة القديرة أمال رمزي في صور متفرقة من حياتها، وهنشوف أسرار تانية قالتها برضو وحكتها، أسرار غريبة دلوقتي هنشوفها.
وهي تحكي لنا ذكرياتها مع بعض النجوم من خلال هذا الحوار، وتقول: الفنان الراحل أحمد رمزي لم يكن دون جوان السينما المصرية من فراغ، ولكنه كان أيضا على المستوى الشخصي إنسانا راقيا ومتعاونا للغاية مع زملائه. وقد اخترت اسم رمزي حبا له وإعجابا به، وكان سعيدا باختياري وبمنحي اسمه. وفي أحد الأفلام التي شاركت فيها بالتمثيل معه، لاحظ أن الملابس التي أرتديها لا تتناسب مع شخصية الفقيرة التي كنت ألعبها في الفيلم، ونصحني بالبحث عن ملابس أكثر بساطة للشخصية. وبالفعل عملت بنصيحته، وطلبت منه أن يتوسط لي لدى صديقه النجم العالمي عمر الشريف لكي يتيح لي فرصة اللقاء به، لأنه كان نجمي المفضل. ووفى أحمد رمزي بوعده ورتب لي موعدا مع عمر الشريف. الفنانة الكوميديانة القديرة ماري منيب كانت تعتبرني في مقام ابنتها، وتغمرني بحنانها، وترشحني معها في الأفلام التي تعرض عليها، وتوجه لي الكثير من النصائح في الحياة، وخاصة ما يتعلق بالعلاقة مع زوجي. كنت كلما شكوت لها منه تقول لي: اتركي له مساحة من الحرية، لا تخنقيه بالغيرة العمياء، وسيعود لك ولبيته في النهاية. وكانت تقول لي إن الكاميرا تحبني وتعجبها طلتي على الشاشة. الفنانة الكبيرة عقيلة راتب نصحتني بألا أترك الفن من أجل الزواج، وقالت لي: زوجك ممكن يتركك، لكن الفن لا، مش هيسيبك. وهو ما حدث بالفعل، فقد هجرني زوجي الأول بعد عشرة 25 سنة زواج، وتركني وترك وصية يوزع فيها ميراثه على أولاده من زوجته الأولى ويحرمني منها. وقال لأخي، وكان مستشاري القانوني عني: أختك تقدر تعتمد على نفسها. قالت أيضا الفنانة الجميلة ميرفت أمين، من أكثر الفنانات المقربات والمحببات لي في الوسط الفني، وهي أجمل بنات جيلها، وكنت أعرف والدتها الإنجليزية التي كانت تعمل مديرة لإحدى المدارس في مصر الجديدة، وقد شاركت معها في بطولة الكثير من الأعمال الفنية سواء للسينما أو للتلفزيون. فمثلنا معا في أفلام البعض يذهب للمأذون مرتين، وسارق المحفظة، فضلا عن مسلسلات بنت سيادة الوزير وسكة العاشقين، وتربطني بها علاقة صداقة قوية جدا. أيضا قالت سيدة المسرح سناء جميل كانت أيضا أستاذتي في الفن وصديقتي المقربة جدا لي، كانت تناديني باسمي الحقيقي الذي أطلقه علي جدي التركي، وهو كمالات، بينما كنت أنا أيضا أناديها باسمها الحقيقي ثريا، فاسمها ثريا يوسف عطل. وكانت عندما نسافر إلى دبي لتصوير إحدى المسلسلات في الثمانينات والتسعينيات تصر على أن أقيم معها في نفس الغرفة ولا تفارقني لحظة بعيدا عن مواعيد التصوير. وأتذكر لحظات رعبها وارتعاش يديها وهي تذاكر الدور قبل بدء التصوير وتستعد له، وكأنها مقبلة على دخول امتحان. قالت أيضا: أعتبر الفنان الراحل نور الشريف أستاذي رغم أنه ينتمي لنفس جيلي، وعندما رشحوني للقيام بدور زوجته في فيلم المرايا مع الجميلة نجلاء فتحي، ذهب ليشاهدني وأنا أمثل وقتها في مسرحية بعنوان بابا عايز كده، وقال عني أنني جريئة، وهو نفس الوصف الذي وصفتني به الفنانة الكبيرة روحية خالد في بداية حياتي الفنية. وقتها حزنت جدا بسبب هذا الوصف، لكنني حينما سألت نور الشريف لماذا وصفني بالجريئة، قال إنه يقصد أنني لا أهاب الجمهور ولا خشبة المسرح، وعندها فرحت للغاية بهذا الوصف. لو أعجبكم الفيديو ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس
ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات، وشكرا لكل المحبين والمتابعين والمشاهدين قناتكم قناة أخبار النجوم. شكرا.